صباح الخير من بتوم جرينش كالعادة يا جماعة. نقطة انطلاقنا كل يوم فيديو جديد. بقى النهاردة الفيديو النهاردة هتبقى تالت رحلة هنطلعها في بوكيت. يلا مع بعضينا بقى. بصوا يا جماعة، احنا بعد ما خلصنا اكل خدونا كده بقى بالعربية الميكروباص كده، مشينا في وسط غابات حوالي نص ساعة لغاية اما جابونا المكان دوت. ده الإليفان بارك، هنلاقي فيه في نهر وفيه فيلة هنحميهم بقى وجو دوت يعني. بص حتى عاملين الزرع على شكل فيل. هنخش بقى نشوف الدنيا فيها ايه. يلا مع بعضين. احنا دخلنا اهو يا جماعة الإليفان بارك. احلى حاجه في الرحله دي اللون الاخضر في كل مكان. احسن حاجة هنا يا جماعة ان عمالين بيأكلونا في اناناس. يعني الاناناس هنا ده بالنسبة لهم يعني زي عصير القصب عندنا في مصر. بس يا جماعة بيقول لهم اقعدوا بيقعدوا.
اهو عاملين اهو. So that elephant beer. Yeah. My man. Toy guy. I'm toy guy. Toy guy. My man. My man. Two. Okay, two. Oh. Okay, are you ready? Oh, okay. Yeah, please follow me. Leave your phone here. Oh. I will help you. Two. Oh, man. Mm-hmm. Okay. My man. سيلفان والفيل. بعد كده بقى يا جماعه هنأكل الفيل. This not eat, huh? Okay. Fish. ماشي يا واعد بقى يلا خش تليفون خد منك يا باشا كملي هنا. بص يا جماعه هم هيغدونا هم جابوا لنا بطاطس وفراخ ومكرونه كده بالفراخ برضو وبرضو يعني لا مروقين علينا فهناكل لقمه بقى ونرجع لكم تاني. يلا سلام. بس كده يا جدعان كده احنا خلصنا الرحله بتاعت كابونج والفيله وحميناهم والدنيا زي الفل. يعني الصراحه رحله جميله يعني ما ينفعش ما تتفوتش ولو جيت هنا بوكيت روح الرحله دي وانصحكم بيها. ايه رايك يا مينا؟ لا جميله جدا ورحله جميله جدا رغم تعب المشوار الصبح ان احنا ما كناش متفائلين يعني بالظبط. هي مشكلتها المسافه الصراحه المسافة. يعني خدنا لنا حوالي هي المفروض في العادي ساعتين وعشان الدنيا كانت عماله تمطر الصبح سيول وبتاع فخدنا لنا 3 ساعات يعني بس في الاجمالي لا يوم يستاهل الزياره ولازم تجوه ويعني ما ينفعش تفوته بالظبط كده. بس يا معلم لو عجبك بقى الفيديو ايه لايك وشير وسبسكرايب عمالين نلف لكم الدنيا اهو لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لايه للي بيدور على الكلام ده. الناس اللي بتتابعك تستاهل برضو ان انت طبعا حبيب كل حاجه كويسه. ماشي يلا نشوفكم في فيديو جديد. سلام.